السلام عليكم حنيناتي والصلاة والسلام على رسول الله. كنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. كنرحب بكم من جديد ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله غادي تشوفوا معايا وصفة خيال خيال. أنا قلت لكم عاوتاني خيال يا البنات، إلا قلت لكم على شي وصفة خيال فهي خيال. روعة لإزالة سواد العنق وكذلك سواد الركبتين، اي بلاصة فيها سواد بامكانكم تستعملوا هذه الوصفة اللي غتشوفوها معايا بعويناتكم مغمضين. رائعة رائعة جدا. وبالنسبة لبعض البنات اللي يمكن انها تكون عندهم حساسية في الصابون البلدي، ها هو غنستعملوا اليوم الصابون البلدي المغربي اللي غتكون عندهم حساسيه في هذا الصابون، عفاكم قبل ما تبداو يعني تجربوا هذه الوصفه مثلا على العنق كله ديروها غير في واحد البليصه. وبالنسبه للبنات المهم اللي ما متوفرش عندهم هذا الصابون، هذا الصابون البلدي راه غادي تلقاوه كذلك على هذا الشكل، على شكل اكياس. ما متوفرش عندكم يا البنات ما عرفتش غنقول لكم. طبعا البنات اللي يعني ما عايشينش في المغرب راه اكيد غادي تلقاوها، راه الصابون المغربي في ما مشيتو راه موجود. فغادي نحتاجو الى الصابون البلدي، انا طبعا حاطه هنا ندير بحال الشك ديال العسل. وغادي نحتاجو الى الكتيره، ها هي الكتيره يا البنات، راه كتعطي واحد البياض رائع جدا، لان سبق وعدتكم انني غادي ننزل لكم وصفات بالكتيره. طبعا سبق ونزلت لكم واحد الفيديو قلت لكم ما تشربوهاش يا البنات، انا طبعا ما كنستعملهاش للاكل ابدا ابدا، كنستعملها للوصفات الطبيعيه. انا سبق وحطيتها بالماء الساخن، ها هي يا البنات كي كتكون شفتوها معايا، ها هي شفتوها هذا هو شكلها. بعض البنات كيقولوا لي انهم كياخذوها وما كتنفخش بحال هكذا، فهذيك راه ماشي الكتيره يمكن شي نوع اخر. المهم هذه هي الكتيره. عرفتي البنات الطريقه اللي كنديرها، انني كنوضع كميه في الماء الساخن وكنخليها حتى لتاني يوم وكنخبيها في الفريكو، كناخذ منها شويه بشويه داكشي اللي غادي نحتاج، ماشي كل مره نبقي انا نرقدها في الماء ونبقى نتسناها ولا نبيتها ولا. فدائما كناخذ واحد الكميه معقوله مثلا بحال هذه الكميه هذه، وكنوضعها في الماء الساخن وكنخليها لتاني يوم. كناخذ الكميه اللي انا كنحتاج ليها وما تبقى كنوضعو في بحال هاد السوبيره هكا، وكنخليه في الفريغو ولا كنوضعو في شي ميكا، ومن بعد كناخذ منها. او انكم توضعوها كذلك بهذوك المربعات ديال الثلج غادي يكون افضل. وغادي نحتاج كذلك الى النشا. بعض البنات كيسولوني اشنا هو النشا. النشا هو نشا الذره، ما بغي ماشي كيقول واش ممكن اننا نستعملو مثلا الاروز في بلاصه النشا، هذا اسمه نشا الذره، نشا الذره وما يسمى بالمايزينا او الكورنفلاور، هو هذا الكورنفلاور هو هذا يا البنات. فمتوفر فين غادي تلقاوه؟ ماشي عند العشاب، غادي تلقاوه عند الناس اللي كيبيعوا المواد الغذائيه، راه موجود. سولوهم على مايزينا على نشا الذره، المهم هما راه كيعرفوه. وغادي نحتاجو كذلك الى واحد العنصر مهم جدا ورائع رائع رائع، هو اي نوع من الحليب اللي كيكون على شكل باودر. وطبعا كنصحكم انكم تاخذوا دائما اكياس صغيره الا كتستعملوه للوصفات فقط، لان انا ماشي من محبين الحليب البودر نشربه، ولكن كنستعملو للوصفات. فاذا جبتوا منه كميه كبيره راه كتكلك عليكم وكتولي على شكل كويرات، يصعب انها يعني تحل معكم او تفتت، كتولي قاصحه بزاف. لهذا انا كناخذ هاد الاكياس هادو كنحل الكيس حتى كنكملو نحل كيس اخر. صافي يا البنات، وكذلك خليكم معايا باش تشوفوا معايا طريقه الاستعمال. غنوريكم طريقه الاستعمال والمده. وغنحتاجوا كذلك الى الليفه المغربيه، ها هي يا البنات الليفه المغربيه، راه كاينين بعض المحلات في البلدان الاخرى ماشي طبعا المغرب، المغرب راه في ما مشيتي كتلقاي هاد الليفه والصابون البلدي. فالبلدان الاخرى يعني خارج المغرب راه دائما كتلقاو محلات خاصه في بيع المنتجات المغربيه. هاد الليفه هذا هو الشكل ديالها، البنات اللي في بلدان اخرى ما عارفينش شنو هي الليفه المغربيه خذوا سكرين للشاشه وقلبوا عليها. صافي يا البنات. وكذلك ما صافي والو، باقي خاصني ماء الورد. ماء الورد ها هو يا البنات، كذلك ما هو طبعا استعملوا نتوما اي نوع متوفر عندكم، ماشي ضروري هذا النوع اللي كتكون عنده هاد
الغلاقه هذه. الان غادي نبدا في مزج كل هذا المكونات، وهي راه هي البنات بامكانكم تعملوا منه كميه كبيره جدا وتحتفظوا بها في الحمام في اي بلاصه، ماشي ضروري انكم تحتفظوا بها في الثلاجه. كميه مثلا غتكفيكم لاسبوعين لثلاثه اسابيع عادي، راه ما كتخسر ما كيوقع ليها والو. عندي هنايا البنات ملعقه كبيره، ها هي ملعقه كبيره تقريبا، ها هي من الكتيره لي سبق ورقدناها في الماء او بيتناها في الماء الساخن لليله كامله. وغادي نحتاج كذلك الى ملعقه من النشا، وغادي نحتاج كذلك الى ملعقه من الحليب الباودر. طبعا يا البنات اللي عندهم البشره حساسه جدا حساسه جدا، فصوبوا الكميه اللي غادي تكفيكم لهذاك اليوم. اما البنات اللي عندهم البشره ديالهم عاديه فبامكانكم كما قلت لكم تصوبوا كميه، ولكن البنات اللي عندهم البشره حساسه والوصفه الى مثلا خلاوها نهار ولا يومين ورجعوا يستعملوها وسبب لهم الحبوب، فراكم شوفوا انتم الجلد ديالكم، شوفوا البشره ديالكم واش بشره حساسه ولا بشره عاديه ولا المهم. وضعت ملعقه كبيره من النشا، وملعقه كبيره من الحليب البودر، وملعقه كبيره من الكتيره. الان غادي ناخذ كذلك، ها هي غادي ناخذ ملعقه من الصابون البلدي المغربي. الان غادي نبدا نمزج كل هذه المكونات طبعا مع اضافه ماء الورد شيئا فشيئا. عرفتوا يا البنات هذه الوصفه جد رائعه، بامكانكم تخصصوها فقط للعنق او لسائر الجسم، وكذلك عرفتوا يا البنات الا استعملتوها لسائر الجسم ماشي غير العنق، طبعا بامكانكم تضعوها على العنق فقط وعلى الركبتين وعلى الكوعين، اي بلاصه فيها سواد راه رائعه رائعه جدا. ولا قلت لكم رائعه راه هذه خيال علمي، صافي خيال علمي، خاصكم فعلا تجربوها. طبعا هاد الوصفات يا البنات اللي كنقول لكم للتبييض، بالنسبه للبنات اللي هما اصلا بيضين وكيعانيو من السواد في بعض المناطق، ماشي مثلا واحد البنت اصلا هي مثلا سمراء ما شاء الله عندها داك اللون الشوكولاتي الجميل وتبغي تستعمل هاد الوصفه مثلا وتقول لي ترجع وتكتب لي تقول لي راه ما جابتش معايا نتيجه وكذا وكذا، فهاد الوصفات الخاصة بالتبييض للبشرة البيضاء إلا استعملتها البشرة السمراء فقط كتوحد لها لون البشرة، فهمتوني يا البنات؟ طبعا ماشي هذا هو القوام المطلوب، القوام المطلوب أنها تكون على شكل كريمي إلا غادي تطبقوها على العنق، أما إلا غادي تخليوها للجسم كامل فهاد الطريقة يعني أحسن، هكا غتكون سائله معاكم وغتكون يعني سهله انكم توزعوها على سائر الجسم. ومن بعد غادي تخليوها تقريبا شي 10 دقائق غادي تدخلوها معكم الحمام. الان كندخل كنهضر على سائر الجسم، الا دخلتوا الحمام غادي تخليوها لمده 10 دقائق ثم غادي تبداو تحكوا بالليفه المغربيه. اما الا غادي تستعملوها فقط للعنق ضروري ان القوام ديالها ما يكونش بحال هكذا، يكون قوام ثقيل ياكو يا البنات، وتطبقوها على العنق وتخليوها لمده 20 دقيقه، سائر الجسم 10 دقائق وتحكوا. بالنسبه للبنات اللي عندهم الجسم ديالهم عادي وبغاو يوحدوا اللون، اما بالنسبه للبنات اللي عندهم فعلا سواد باين في الرقبه فكنصحكم انكم تصوبوا الوصفه تكون اثقل من هكذا، تكون على شكل كريمي على شكل كريمي، ثم تبداو تطبقوها على العنق ديالكم، وماشي غير العنق بوحدو. هذا هو بغيت نوريكم ضروري من المساعده الرسميه ضروري. شوفوا معايا البنات العنق كيتكون هنا هاد البلاصه العنق، وكتكون جهه الصدر والكتفين الجوانب ديال الكتفين، فحاولوا انكم تطبقوها على العنق وعلى فوق الكتفين وهاد الجهه من الصدر باش اللون يكون كله موحد، صافي. وتخليوها لمده 20 دقيقه ثم غادي تغسلوها بالماء الدافئ، وضروري انكم تحكوا بالليفه طبعا، ماشي تمشيو وتبقاو تحكوا بالليفه تطيروا الجلد، لا لا لا، غير بشويه برفق برفق. هاد الطريقه اللي عملناها الان
هي كتركز لينا على انها كتحيد الجلد الميت، كل داك الجلد الميت اللي كيكون متراكم في هذه المنطقة كيكون باللون الاسود، وحنا كنعملو تقشير بطريقة طبيعية. وكذلك البنات اللي عندهم هذا المشكل كنصحكم انكم ما تستعملوش السلاسل، تبقاو تلبسوا السلاسل في العنق ديالكم، حاولوا انكم تفادوا هذا الموضوع. حتى الا كنتو من عشاق السلاسل فحاولوا انكم تلبسوا كل مونطي، وعاد لبسوا يعني السلسلة اللي كيعجبكم. الا ما فهمتوا اي حاجه يا البنات ما تردكم الا انا ملكم، تكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات. مستعده انني نعود معكم كل الوصفه، اهم حاجه انكم تفهموا تطبقوها بالطريقه الصحيحه. وكنتمنى الى عجبتكم ولقيتوا عليها نتائج رائعه انكم ترحموا لي على الوالده وتدعيوا لي بشي دعوه ديال الخير، وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم واصحابكم وكل الجروبات اللي انتم مشتركين فيهم باش الكل يستفيد معنا وتعم الفائده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.